خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي، نعرف منها اكتر الافلام اللي يمكن بتحبها لسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ونعرف منها كمان اخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا فسانت. صباح الخير يا شازي. صباح الخير عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا. تحبي ايه افلام لفاتن حمامة؟ هي ليها اعمال كتير عظيمه طبعا، بس انا ليا فيلمين تحديدا بحبهم قوي. فيلم موعد غرام اللي كان مع عبد الحليم حافظ، انتاج الخمسينات، اللي كانت هي فيه صحفيه وهو المفروض طلع فيه شاب مستهتر بقى وكده، يعني في الوقت ازاي يعني بقى هو كان الفيلم عبد الله، كان الشباب المستهترين في الخمسينات والستينات ليهم موديل مختلف كده غير اللي انا اعرفه. وفيلم امبراطوريه مين برضو بعتبره من الافلام العظيمه ليها، وكنت بحسه كده فيلم استباقي. يعني فاكرين اللقطه اللي بتقول فيها لاولادها فاضل اجيب لكل واحد فيكم تليفون لوحده؟ أيوة. يعني حسيت انه يجوا يشوفوا دلوقتي كل واحد معاه موبايل، الاطفال الصغيره اللي عندهم 3 سنين و4 سنين. فلا الافلام دي طبعا كانت بتعالج مشاكل اجتماعيه مهمه جدا، وبعتبرها من افضل الافلام بالنسبه لي. حقيقي.